طبعا المدرسة كانت في حالة يرثى لها لأن الصفوف كانت قليلة وكان هناك ازدحام غير عادي وهذا الازدحام هو اللي كان يسبب لنا مشاكل كثيرة وخاصة مع الطلاب ومن ثم النازحين. كان في كل صف حوالي 160 طالب. كان المدرس لا يقدر يعطي ولا الطالب يقدر يستوعب. عني عن نفسي كنت أشوف المدرسة مزدحمة خلاص اكتئاب. فكان الأستاذة ما تقدر توصل للي وراء، كنا مزدحمين. اكتئاب الواحد ما عاد يشتي يدرس في المدرسة هذه، ما فيش فيه. قامت منظمة IOM ببناء 12 صف، طبعاً بعد ما رأوا إنه في الصف في تكدس طلابي رهيب، خففت علينا كثير من الازدحام في الصفوف وخاصة البنات، لأنه البنات عندنا هنا أكثر من الأولاد. الآن مع وجود المدرسة هذه الجديدة فرحانين حاسين إن الدراسة بتكون فيها أحلى. الآن المدرسة طبعاً تضم 22 صف. إلى جانب غرف المعلمين، إلى جانب 12 صف ومعانا حمامات. هذه المدرسة حلت مشكلة كبيرة، حلت مشكلة إنه هذه المدرسة تضم الآن أول ثانوي وثاني ثانوي ومن ثم العام القادم ثالث ثانوي، وتضم أكثر عدد من الطالبات والنازحات خاصة، لأنه أغلب الطالبات اللي عندنا هنا في المناطق المجاورة أغلبهم نازحين، ما عندهمش أي مدرسة قريبة هنا لا في الرباط ولا شيء، فاللحوم هي تستضيفهم.